السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين بن سبعيني يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة النيجر، يعني ما تنقلش رسميا، وين اللعاب لم يشفى بعد من الإصابة الخبيثة، يعني إصابة اللي تلقاها أمام هو كان مبليسي وزاد تبليسة. هو أصلا كان مبليسي، أصلا ما دارش بريباراسيون تاعو مع النادي تاعو، يعني ما دارش بريباراسيون، زاد تبليسة في لي زونترمون، جا لهنا عاود تبليسة مع بوركينا فاسو، راح ما لعبش كاع نورمالمون. هي في الحقيقة نورمالمون كاع ما نعيطولوش، نورمالمون ما نعيطولوش كاع، خاطش علاه مبليسي في الحقيقة، خاطش ما لعبش مديرها سابق من بوركينا فاسو، ما لعبش. ما ناش ننتقدو فيه ولا نقول على عيطو، خاطش لعاب يكذب عليك اللي يقول لك بلي هو ماشي لعاب، لعاب يعني في المستوى تاعو ثابت، ما نكذبوش على روحنا. بصح هي في الحقيقة نهضرو الصح، نورمالمون كاع ما نعيطولوش، نورمالمون كاع ما نعيطولوش. وين تلقى المدافع نادي الألماني رامي بن سبعيني ضربة موجعة بتأكد غيابه عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري المقبلة أمام منتخب النيجر في تصفيات نهائية منافسة كأس العالم 2022 بقطر يوم الثلاثاء. وتخلف رامي بن سبعيني عن الوفد المنتخب الوطني الجزائري الذي سافر ظاهرة الأمس في طائرة خاصة من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، متجه إلى مدينة نيامي عاصمة النيجر، وان توجه مدافع الكتيبة الخض إلى ألمانيا بعد تأكد غيابه عن مواجهة المقبلة لكتيبة محاربين الصحراء بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. يعني على بالك كي نشوفوا بن سبعيني، يعني من نعد حبس الشامبيون في الالمان لليوم راه لعب 15 دقيقة، راه لعب 15 دقيقة مع المنتخب الوطني من بوركينا فاسو، مازال ما لعبش. جيبها من بوركينا فاسو نادي طاف طاف، مازال ما لعبش. يعني اللعب تاعو كل لعب مع المنتخب كانت مخاطرة، كانت مخاطرة، ما كيما يقولك ما نغامروش بهم هاد اللعابة. حنا وين أمننا دروك مدرب يقول لك انا مانيش مهبول نجيب واحد مبليسي، هي بن سبعيني كان مبليسي، بن سبعيني كان مبليسي. المهم عندنا مدافعين، عندنا فارس الحمد لله يا ربي، استدعاء الفارس في وقتها، استدعاء فارس في وقتها، وفارس بين المكانة تاعو سبحان الله. وجاء غياب مدافع رامي بن سبعيني عن مباراة النيجر بقرار من الناخب الوطني جمب الماضي الذي لا يريد المخاطرة حتما بصحة اللعاب رغم وزنه الكبير في المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى رغبته في إشراك عناصر أكثر جاهزية لتأمين نقاط الثلاثة خلال سفرية نيامي. احنا المهم كما يقول لك النقاط راهم مضمونين، يعني باش كون صيب واحد كيما محرز يريح، واحد كيما محرز يريح، واحد كيما بن ناصر يريح، نعطوا الفرصه للشباب خليهم يلعبوا، خاطر غادي نفوز، خاطر مام بريمير ميتو غادي نلعبوا بريمير ميتو، كاع يزيرونا بريمير ميتو، ولا يطلقوا لنا الكورد بريمير ميتو دوزيام ميتو يزيروا اللعب، يعني غادي نفوزوا. ديجا وزير الشباب والرياضه تاع النيجر راه عرض وزير الشباب والرياضه تاعنا راح معاهم، قلتها لكم بنهار قبل، قلت انت والنامس قلتها لكم بنهار اللي يقلعوا، قلت لكم يا ودي الوزير راه رايح معاهم، رئيس الوفد تاعهم هو الوزير، راه رايح بدعوه رسميه من الاتحاديه النيجيريه، يعني كلش راه باين سبحان الله. دروك نعاودوها لكم، الا ما درناش الكولاسه رايحين يديروا لنا الكولاسه، إلا ما درناش كولاسة رايحين يديروا لنا كولاسة، هذه اللي يكون على بالكم. ومن المرجح أن يشارك التقني الجزائري بالماضي المدافع محمد سليم فارس أمام كتيبة النيجر بعدما أشركه في المباراة الأولى أمام منافس ذاته في ملعب الشهيد مصطفى تشعكر بمدينة البوليدة سهرة الجمعة الماضية.
وكان محرز محمد سالم سليم فارس عاد بدوره مجددا لصفوف المنتخب الوطني الجزائري بعد غياب طويل بسبب تعرضه للإصابة هو الآخر فضلا عن معاناته من جحيم دكة الاحتياط الموسم الماضي في ناديه السابق لازيو روما. هذه كان يلعب به، كان يلعب من شي إصابة كان يلعب، وحنا شفنا الناس اللي لعب ما لعبوش مشي لاحقين حتى 3 سوايع كان يجيو يلعبوا تيتيلا في ليكيب ناسيونال، كان يلعب كان يلعب. وبات اللاعب فارس امام فرصه ذهبيه لتاكيد مستواه وكسب ثقه المدرب جمال بالماضي من اجل انتزاع مكانه اساسيه في منظومه الدفاع المنتخب الجزائري التي تشهد منافسه شرسه على غرار باقي الخطوط سواء في وسط الميدان وفي الهجوم ايضا. وسيواجه المدافع فارس ورفقائه مضيفهم المنتخب النيجر يوم الثلاثاء 12 اكتوبر الحالي على ارضيه ميدان ملعب مدينه نيامي بدايه من الساعه 5 بتوقيت الجزائر ضمن مجريات الجوله 4 من تصفيات ذاتها. حنا المهم نحوسوا على الفوز. اللاعب هذا راه مبليسي، هدرنا وقلنا راه مبليسي راه مبليسي راه مبليسي، جا ما بالماضي قال لك انا مانيش مهبول نجيب لعاب مبليسي، بانت راه مبليسي ما يلعبش. انا كان اليوم ناقصين منافسه راهم يلعبوا في ليكيب ناسيونال، كاين ناس كانوا ديروا راهم ديروا بلاصو كاين شانهم هم يلعبوا. انا دروك طوبه ما يلعبش، انا ماذا بيا الا ما يلعبش طوبه اي غير يلعب بن عمري في بلاصه بدران، يلعب بالعمري في بلاصه بدران. يا ودي شوف ماذا بيا يلعب طوبه، والله العظيم طوبه لاعب كبير اصاحبي، ناس يشوف بي مازال ما نعرف والله ما عارفين كاع. المهم هنا شو المهم 3 بوا الحمد لله يا ربي، رانا قلنا لكم 6 بوا مضمونه من نهار الاول، 6 بوا مضمونه من نهار الاول، زاد فانيك راهي مضمونه 100%. وين الوزير راه وضحكم قالكم الفوز سوف نعود بالفوز، سكتوا برك سكتوا برك بركونا مع اي 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 بالبكاء اي سكتوا برك سوف نعود بالفوز. هيا صايك سيبو بقاو حنا غير نهضروا، هذا راه رايح راهي باينه، هاي تعيط هاك هاي بيقولكم الفول ولا بيقولكم ما تخافوش صايك رانا جايبين 3 بوا. ها كاين الناس اللي هذوك اللي بوا تاع وصعيبه غادي يمكن لا صعيبه لا والو. والله انا قلت لكم نهار الاول تدي ليمينيم يربحوها، ليمينيم تدي بوكره وليكيب تاعو يربحو نورمال، والله بوكره نربحهم نورمال، بوكره نربحوهم نورمال، بوكره نربحوهم. غير الناس برك يبغوا يكبروها وهي اهانه على بالك. حنا نهار الاول كنا نقول لكم الناس اللي كان يقول لك بلي مؤامرة ما مؤامرة، هذيك إهانة المنتخب الوطني، إهانة المنتخب الوطني الجزائري. أنا يعني نقول لكم هذيك إهانة برك، كانوا يديروا في إهانة، وهذه عيب عيب باش تخاف من نيجر. نيجر نورمالمون نقولوا بلي رانا رايحين في رحلة 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 في نزهة، نورمالمون نقولوا نزهة رانا رايحين، أرى الوزيرة عارفة بلي هذي مضمونة رايح يروح يضحك ويعاود يجي يضحك، خاطر هاي مضمونة، هاي مضمونة. بروميير ميطو شتو كيلعبو لنا، دوزيام ميطو مركي 5 نتايا، ملعب خاسر مركينا 6، ملعب في المغرب جديد شباب تاع مراكش شباب 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 تحفة. درنا ماتش نيل عانينا، حنا لي ماتش خاسرين رانا نربحو، لي ستاد خاسرين رانا نربحو، كونتر جيبوتي ستاد خاسر، لا قلتو ستاد خاسر، ربحنا ب8، كونتر نيجر قلتو ستاد خاسر، ربحنا ب6، إلا راه عجبتنا خاسرة ونربحو، يا خويا غيفوتو بيه كاليفيكاسيو تاعنا، وصايك، ها والله إلا خاسر ورانا نربحو، علامة كاع. إلا رانا الناس يشوفوا فيه ستاد خاسر ورانا نربحو، نكملو فيه ما نبدلو ستاد، ما نبدلو ستاد خير، نلعبو فيه كيما هاكا، خاطر غادي إلا غادي يديرو صيانة ويديرو منا غادي ما يلحقش، غادي بالك نلعبو في سان جويي ولا في وهران، ولا نلعبو في سان جويي،
ان شاء الله بربي احنا كما يقول لك نتمناو الشفاء بن سبعيني، نتمناو له الشفاء قبل كل شيء، خاطر اللعاب هذا اللي نحتاجوه في كاس افريقيا، خاطر الناس اللي تهدر غير على 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 كاليفيكاسيو وجيبوتي وبوركينا، احنا رانا ناسين كاع كوب دافريك، يعني ناسين، والناس باغيه تحطم ليكيب ناسيونال باش ما ندوش كاس افريقيا. كاين واحد الامور خافيه وخطيره.